مثل هذه المجالس حافظ لكم خير كثير ودافع عنكم شر كبير من حيث تدرون ومن حيث لا تدرون. وعلى مدى التاريخ في كل الأماكن أنواع الفتن وأنواع الانحرافات لما تأتي أبعد الناس عنها من كان له صدق في مجالسة الصالحين وفي محبتهم وفي التعلق بهم وفي ذكر شيمهم وأخلاقهم. حتى الدجال لما يجي أبعد الناس من فتنته المرتبطين بالجناب النبوي والمعظمين له. انظروها قامت كثير هنا وهناك إلا من كان قريب من الصالحين صورة سواء صورة ولا عنده قرب قلبي هذا متربه إلا انقلب وروح هنا وروح هناك. أما أهل التعلقات القلبية بالصالحين أبعد الناس عن الفتن لأن الله يغار على أوليائه وأحبابه وأهل حضرته ومن تعلق بهم ما يخذله ولا يرميه للفتنة. وهو يقول هم القوم لا يشقى بهم يغفر للعاصي لما يجي ويحضر مجلس معهم عادوا من دون تحرير نية صالحة.